تحت عنوان فلسطين تاريخ وشعب أقيم معرض الطوابع في العاصمة الأردنية عمان لجامع الطوابع جليل طنوس من أجل إلقاء الضوء على تاريخ وحضارة فلسطين والتأكيد على أن فلسطين تعيش في ذاكرة ووجدان أبنائها في الداخل والخارج. من هنا ومن خلال الطوابع التي كانت في السابق تؤرخ للأحداث كانت رسالة لفلسطين أنها حية في قلوب أبنائها. عمالنا منعلم أولادنا أسماء البلاد فلسطين، كل بلد بلدها في فلسطين منعلمهم، لأنه إحنا ما بننسى فلسطين ولا فلسطينية، إحنا فلسطينيين الدم والجسد. فالطوابع كانت تعمل كرمز لحدث. أهداف المعرض توثيق علاقة أردنية فلسطينية بحتة أصلا. ولم يعد استخدام الطوابع منتشرا كما كان في السابق، إلا إن لها هو يجمعون ما استطاعوا للمحافظة عليها. فكان في المعرض الطابع الأول لتأسيس إمارة شرق الأردن، وهو طابع فلسطيني استعان الأردن به، وكان يحمل صورة الملك عبد الله الأول وموشحا بكلمة فلسطين باللغتين العربية والإنجليزية، ما يؤكد على أهمية الطوابع والعملات في الترسيخ للكثير من الأحداث. الطوابع لها دور مهم جدا في إبراز حضارة البلد وإظهار تاريخها بشكل واضح، لأنه بتركز عادة على الميزات اللي بتعمل البلد بالشكل اللي هو. أتوقع أنه هي وسيلة مهمة كتير للتواصل بين الشعوب، وبتعطي انطباع عن البلد وعن قيمه وعن آثاره وعن يعني عن كتير شغلات مهمة جوا البلد. طبعا الطوابع لها تأثير تاريخي جدا، ولها تأثير على المجتمع والثقافة، إضافة إلى المناسبات والأحداث التاريخية. ويأتي هذا المعرض وهو الأول لطنوس، وشمل على الطوابع والعملات والميداليات الخاصة ببعض الأحداث في فلسطين للتأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.